طيب النهارده عايزين نعمل الموديل الميكانيكي. الموديل اللي هشتغل عليه بالذات التكييف. فاول حاجه لازم اقول له نيو بروجكت، ده هيبقى نيو بروجكت. يبقى عندي نيو بروجكت، طبعا اللي سطب البرنامج صح بكل مشتملاته فيطلع له في عنده التمبليت. احنا كنا شغالين في الاول على التمبليت المعماري، يعني هو مجهز لك فايل بحيث اي حاجه معماريه تقدر ايه تاخدها من خلال التمبليت ده وتشتغل عليها. يا اما هتحتاج انك تعمل بقى يدوي، يعني الحاجات اللي مش موجوده في التمبليت انت تحطها. طب وليه؟ ما نوفر وقت. فبالتالي ريفت اللي هو الاوتوديسك عملت لك اكتر من تمبليت. احنا هندخل على الميكانيكال تمبليت. ندخل على الميكانيكال تمبليت واقول له اوكي. يبقى دلوقتي هو ايه، احنا في عندنا فولدر فايل جديد ميكانيكي هنشتغل عليه. اوكي، اول حاجه هعملها ان انا هسميه، هقول له فايل سيف از البروجكت. البروجكت دوت هسميه اتش فاك فبالتالي اديني سميته في عند الموقع بتاع الفولدر المركزي وهعمل سيف. لغايه دلوقتي هو كانه لوكال فايل عادي يعني او فايل مش في السنترال يعني لسه. اوكي، فكده عندي ايه الفايل ده هحوله بقى ايه لسنترال فايل. فبالتالي هنروح لكلابوريت ونقول له كلابوريت هنا بيقول لي within your network. within my network. اوكي، نعمل الورك سيت. اوكي تمام، ونقول له ايه دلوقتي احنا عملنا خلاص كلابريت وبتاع، نعمل سيف. بيقول لي بقى انت دلوقتي بيحذرني، بيقول لك دلوقتي انت اللي هتعمله ده هتعمل سنترال فايل، الكلام ده مش هترجع فيه. هقول له يس. اوكي، وبعد كده هعمل فايل كلوز وهرجع افتحه مره واحده بس، هفتحه عشان يعمل لي اللوكال. هقول هنا عندي اوبن. اوبن من فين؟ فادي عندي جون اهو، انا واقف عند جون اللي هو اللي فيه الفايل المركزي، وادي الاتش باك تمام، وعمل لي اهو تشيك على كريت نيو لوكال اوبن. لسه ما جايين اهو، جايين احنا لسه، ده احنا دلوقتي بنرتب. هعمل سيف. هو اكيد دلوقتي عمل لي الاكستنشن بتاع احمد الشيمي، يبقى كده انا خلاص هو نزل عندي على اللوكال ما فيهوش اي مشكله. طيب اول خطوه هروح منزل الموديل المعماري عليه، هعمل لينك للموديل المعماري تمام. فانا هاخد اللينك دوت هاخده هو السنترال عشان لو اي حد عمل في اللوكال فايل بتاعه اي ابديت يسمع في الايه، يسمع في السنترال. فهنا هاجي اقول له ايه دوت، هنا عندي انسرت، وبعدين هنا اقول له لينك ريفت، هعمل لينك للفايل الريفت لينك. واروح رايح بقى دوت برضه، انا اتاكد بس ان انا عندي جون. انا عندي جون، وياخد الايه السنترال فايل بتاعه ده اللي هو هيبقى في الباك جراوند بتاعي وانا شغال في الايه في الموديل الميكانيكي.
اوكي. طيب يبقى ادي اتحط لي اهو، ادي الموديل المعماري محطوط. اول حاجه اعملها اعمل له بن، لازم اعمل له بن، فاختار طبعا هنا ده عشان لينكد لازم اعمل ان تشيك عشان اقدر اختار اللينكد فايل. ادي اهو اللينكد فايل، لينكد ريفيد موديل اللي هو الارك بتاعي، اعمل له لينك في، اعمل له بن في الاول، بن لازم. ليه؟ لان انت شغال ممكن تحرك لي الايه الموديل المعماري، يبقى عندك بقى ايه في شويه مكيفات موجوده في الهواء بره، وشويه مكيفات موجوده تحت الارض، وشويه مكيفات موجوده في الفضاء. يعني طالما انت بتحرك الموديل المعماري فكل حاجه بقى ايه محطوطه في اي حته كده. فدلوقتي احنا عملنا ايه بن ليها، دي اول حاجه. ثاني حاجه اعمل ايديت تايب، ودوت اخليه روم باوندنج. روم باوندنج الحته دي لو انا ما قلتهاش هتلاقي نفسك انت بتلف حوالين نفسك اسبوع اتنين مع بال ما يعني يجي على بالك ان انت مش عارف السبيس، مش قادر يتحدد. فلازم تعمل روم باوندنج عشان لما تحط السبيس، عشان لما تحط السبيس يعرف الفراغ اللي هو محطوط فيه. تمام؟ فدوت ايه يبقى في عندي ايه الروم باوند. اوكي. اوكي. يبقى كده اصبح عندي الموديل موجود. هعمل بقى اتشيك تاني عشان ما يختارش اللينكد فايل، عشان مهما انا حاولت اختاره ما يختار، مش هيسمح لي خالص. بعد كده ندخل بقى ايه الليفلز. لازم الليفلز بتاعت الموديل الميكانيكي هي نفسها الليفلز بتاعت الموديل المعماري. تمام؟ فهدخلها. خلي بالك برضو في عندك تريكه، في عندك هنا تريكه. انت في عندك عارف اللي هي الايه اللي هي الرموز بتاعت الاليفيشن، رموز الاليفيشن. يعني ده كده المفروض ان انا ببص من الجنوب. تمام؟ تعالى كده نبص كده ونشوف ايه اللي هيحصل. ثانية ادخل بس جوه شوية. ده كده. ايوه الحدود بتاعته بقى واصله لغايه فين. طب خليها بعد ما نعمل الليفلز، صح؟ بعد ما نعمل الليفلز ندخل كده على الساوث ونبص. ديت هنا عندي الليفلز، في عندي تو ليفلز كده، بس انا دول اخدهم بعيد كده عشان انا مش عايزهم دلوقتي. ليفل 1 وليفل 2 ده اللي هو اوريدي موجود في الايه اللي نزل في الفايل الاساسي، ابعدهم بعيد كده لان بعد كده ان انا هشيلهم. وعايز استغل الليفلز اللي نازله مع الموديل الايه المعماري. خلي دي 1 ل 25 بس عشان تبقى باينه. تمام. دلوقتي انا بقى عايز ان انا اعمل كوبي للليفلز ديت من الموديل المعماري عشان يعمل لي شبيه ليها في الموديل الميكانيكي. اوكي. دي بقى بعملها من فين؟ باجي برضو هنا في عندي كلوبريت، في عندي كوبي اند مونيتور. فادي الكوبي اند مونيتور، هختار اللينك اللي انا عايز اعمل له كوبي. طبعا مش هقدر اختاره لان ديت هنا في عملوها تشيك، فديت كده كده انا اخترت الحاجه اللي انا عايز اخد منها الكوبيز، عايز اخد الكوبيز بتاعت الليفل اللي موجوده في المعماري. فاول حاجه عملتها ان انا اخترت الفايل اللي لينكد معماريا عندي. اوكي. بعد كده هقول له ايه كوبي. في عندي هنا حاجه اسمها مونيتورنج وفي حاجه اسمها كوبي، فهاخد الكوبي. كوبي لايه؟ للليفلز دي. حتى هي الليفلز كمان هياخدها بمسمياتها، يعني هيسمي لك الليفل نفس الليفلز اللي هي كانت متسميه في المعماري. فعند الليفل ده هنعمل له كوبي، الليفل ده كوبي، الليفل ده كوبي. انت مجرد ان انت تختاره هو خلاص عمل له كوبي. الليفل ده كوبي، 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 كوبي،
كوبي كوبي. هل في حاجة تانية فوقيه؟ مفيش حاجة تانية فوقيه، وأقول له فينش. فأصبح دلوقتي ده طبعا الحاجات اللي هي كانت نازلة هشيلها، أوكي، ودي برضه هشيله، أوكي تمام. فدلوقتي أنا لما عملت الحاجات ديت أنا عملت ليفلز، والليفلز هي موجودة عندي تحت. أنا بس إيه هبعدها شوية عن الـ دي، هجيبها يمين شوية أو شمال شوية، هجيبها يمين شوية. دوت أقول له هنا إيديت تايب، وأخلي إن هو الـ two ends تبقى موجودين. أدي في عندي السايت ليفل 300، وبعدين الجراوند موجود عندي، الفيرست موجود عندي، السكند موجود، الثيرد، وهكذا. وبعدين في الليفلز الثانيه اللي هي بتاعت الموديل الايه المعماري هتلاقيها موجوده، موجوده اهي. بس خلي بالك، بص هنا الليفلز ديت صحيح زرقاء، دي بتاعت المعماري صح، والليفلز ديت سودة. ليه؟ لان ما فيهاش في البروجكت البراوزرز الليفل دي مش موجوده، الليفلز مش موجوده، فلازم اعمل فيو للليفلز دي. فاجي هنا عندي برضو في الفيو واقول له انا عايز اشوف البلانز بتاعت الفيو، الفلور بلانز، اوكي، اني فلور بلانز اللي موجوده كلهم انا عايز اشوفهم كلهم. هعمل شيفت، ادوس شيفت وادوس على اخر واحد، اوكي. هتلاقي ان اللي هو كان لونه اللي كان لونه اسود بقى لونه ايه؟ ازرق. ليه؟ لان اصبح ليه بلانز، الليفل ده عمل له بلانز. البلانز ديت موجوده فين؟ اهو موجوده في الاتش فاك بلانز، السايت والليفل والجراوند والفيرست والسكند والثيرد والروف، كل ده اصبح موجود، اوكي. لو انا مش عايز اشوف الليفل بتاعت اللينكد فايل، يعني عايز بس اشوف الليفلز بتاعت الفايل الميكانيكي، الموديل الميكانيكي، ففي عندي الفيجوال جرافيك. الفيجوال جرافيك ديت الاختصار بتاعه في جي، في جي. الفي جي اهو هتلاقي في عندك في بعض التابس منها الريفت لينك. الريفت لينك دوت انت عايز ايه تلعب فيه، فهقول له باي هوست فيو، هقول له دوت كاستم. انا مش عايز اشوف الليفلز، اروح هنا واقول له دوت برضو كاستم، واروح للليفلز، ليفل بالال ال 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 ليفلز، في الانوتيشن ولا في الموديل كاتيجوري، برضو هنا كاستم، الليفلز اهو هعمل له ان تشيك، ابلاي، اوكي اوكي. هتلاقي ان اصبح عندك الايه لما تيجي تبص من من الساوس مش هتشوف الليفل خلاص بتاعت الايه المعماري، انت عندك الليفلز اهو بتاع الميكانيكي موجود، اوكي. وحطينا الليفلز، نرجع تاني كده في ال مثلا في الجراوند، حاجات بقى اللي ممكن تبقى فيها تريكات. انا اشوف الاكستنشن بتاع ده، المفروض بيظهر لي هنا الاكستنشن بتاعه، طيب بتاع ده تقريبا شايفه كله. هي لو قابلتكم حاجه انتم مش شايفين، يعني لو رحنا مثلا للايست نبص كده، الايست هو شايف كل حاجه مظبوط. طيب انه ساعات بيبقى الاكستنشن هو مش شايف كل الفيو من من الايست مثلا. دي بس هاخدها احركها، هي بس عمليه تنظيميه من هنا اوديها هنا، المفروض بيبص من هنا كده، ده الايست، الساوث هجيبه برده هنا كده في النص،
هي عملية بس تنظيمية. هنا في عندي النورث، في النورث كان المفروض هنا ايه؟ على الحيطة اهي اللي هي ده، برضو هاخده اللي هو الوضع الطبيعي ان انا ببص من الشمال في اتجاه المبنى اهو، تمام. وادي الايست الويست ولا بتاع، احطه هنا. ساعات لما بتيجي تبص الاكستنشن تلاقيه ان هو مش شايف المبنى، مش شايف الليفلز، فانا برضو هتاكد علشان ديت ما تتعرضوش ليها. الويست او شايف ادي كله تمام، كله تمام، كله 10 من 10 ما فيهوش اي مشاكل. اوكي هعمل سينكرونايز. اوكي كان المفروض اعمل سيف الاول، اعمل سيف برضو. طيب كده احنا حطينا الاساس، يعني 50% من الاساس بتاع الموديل الميكانيكي. الموديل الميكانيكي بقى احنا كنا في الموديل المعماري كنا بنحط روم، في المعماري كنا الفراغ بنحط فيه روم. الميكانيكا انت ما بتتعاملش مع الروم، انت بتتعامل مع سبيس، بالذات في التكييف تتعامل مع سبيس، فاحنا عايزين نحط سبيسز. فاروح مثلا في الجراوند، هعملها في الجراوند بعد كده حضراتكم هتعملوها، الموضوع في منتهى البساطه يعني. ادي الجراوند، عندي كل واحد من دول المفروض يبقى فيه سبيس وليه المسمى بتاعه بنفس المسمى بتاع الروم، تمام. فاجي هنا عندي في انالايز، في الاول بنعمل الروم من فين؟ من الاركيتكت. افكركم تاني في الاركيتكت، كنت بتيجي هنا تعمل روم. احنا شغالين ميكانيكي دلوقتي، شغالين على موديل ميكانيكي، موديل ميكانيكي ما بنحطش فيه روم، بنحط فيه سبيس وهو بيتعرف على الروم اللي كانت مكانها. عشان نحط هنا السبيسز ديت موجوده في انالايز. انالايز هنحط سبيس، تمام. فاكرين لما كنت قلت لكم لازم المبنى يبقى باوندينج؟ باوندينج صح؟ لان انت لو ما عملتش المبنى روم باوندينج هتيجي تحط السبيس هتلاقيها مربع كده ملوش امتدادات، هيبقى زي ما انت شايفه كده مربع احمر. انما تعالى بص كده لما اجي احطه بقى ايه، فعند اي روم هو بياخد الفوليوم بتاعها. بس اتاكد برضو ان في عندي دوت اللي هو الليفل بتاعه هو الجراوند البيز، وهو ايه اخره هو الفيرست، ودوت يبقى صفر اللي هو الليميت اوفست عشان ما يعمليش زي ما كان عامل في الروم. اوكي وممكن هو يحط لي السبيسز دي اوتوماتيك، يعني مش لا يعني يعني انا لو حطيت هنا واحده يتحط، حطيت هنا واحده يتحط، حطيت هنا واحده يتحط، وهكذا، حطيت هنا واحده يتحط وكله. طيب تعالوا نجرب ان احنا نحط السبيسز ديت ايه اوتوماتيكالي. هو دلوقتي بيدور على الروم ويحط مكانها سبيس، يدور على الروم يحط مكانها سبيس، يدور على الروم يحط مكانها سبيس، تمام. فهو عندك قال لك انت في عندك 456 سبيس كريتد اوتوماتيكالي. طيب نيجي نبص كده على السبيسز. اوكي اعتقد في الليفل ده بس، تعال نشوفها كده في الفيرست. في الليفل اللي انا عليه في الفيرست لسه ما حطش. يعني انت في عندك 400 الله يكون في عونكم، عملت 400 وكسر ده، انتم علم يعني ايه ديت. بس هدخل هنا اخلي دوت كده علشان اقدر اغير في السكيل. اوكي هو طبعا اي شغل ميكانيكي ما فيهوش ال 1 و100 ده ما نعرفوش، احنا بنبتدي من 1 ل 50، السكيل اللي بيطلع بيه اللوحه من 1 ل 50، فدي تبقى من 1 ل 50. طيب دي اول حاجه. هي بس عشان الايه الكلمه بتاعت السبيس تبقى صغيره يعني. شوف هنا بقى خلى السبيس لما 1 ل 50 اصبح الكلام بقى صغير مش كبير. طيب هل الروم دي او السبيس دي كان اسمها كده؟ تعال نبص كده هتلاقي هنا عندك ديت سبيس
النمبر الروم نمبر مش عارف ايه ان اوكيوبايد. هنا كان المفروض هنا بيديني الروم نمبر بتاعها والروم نيم اللي كانت موجوده عليه. هل هو انتوا عندكم في الجراوند سميتوا كل الرومز صح؟ طيب في بقى حاجه ثانيه. طب انا دلوقتي عايز اسمي السبيس ديت اسم الروم بتاعتها صح؟ طيب انا بقى هدخل كل واحده طيب هلاقي برضه هنا في عندك في الانالايز بيقول لك عندك سبيس نيمينج. سبيس نيمينج هضغط عليها. انت عايز سبيس نيمينج لايه؟ السبيسيفيك ليفل بتاعي اللي هو الجراوند، او لو كان انت خلاص حطيت كل السبيسز ممكن تقول له اول ليفلز تمام؟ واقول له اوكي. ايه؟ سبيس نيمينج. سبيس نيمينج اهو سبيس اند نمبر للجراوند. اوكي. ايه يا اخوانا؟ لا لا مش كده. عملنا سبيس نيمينج اصبح كل سبيس اتسمى بنفس المسمى بتاع الروم. يعني ما يدخل ادي السبيس اهو هتلاقي من ضمن الداتا بتاعت السبيس ادي اهو النمبر بتاع السبيس اللي هو موجود بالخط البولد اللي هو جراوند امرجنسي 01 اكزام والاسمه اكزام تريتمنت. وادي اهو الروم كمان نمبر مديها لك اهي برضه جراوند امرجنسي اكزام اند تريتمنت. الاثنين اصبحوا بيساووا بعض. اوكي ساكن 752. اوكي هكتفي بكده النهارده تمام ونكمل المره الجايه. شكرا.